تم بحول الله وقدرته تأسيس مكتب غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية بالمغرب، وكان اليوم الجمع التأسيسي، وحنايا جد مسرورين، وهذا شرف كبير لنا والمكتب ديال الغرفة. هذا المكتب، هذه الغرفة اللي الدور ديالها هو بطبيعة الحال دعم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولة البرازيل والمغرب، وكذلك بين دولة البرازيل والمغرب وإفريقيا. وإن شاء الله هناك برنامج لخدمة هذه الأجندة ديال الدبلوماسية الاقتصادية، وإن شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى أن نكونوا مساهمين بهذا الفعل بالتعاون مع الإخوان ديالنا في الغرفة ديال التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية في ساو باولو. إن شاء الله إحنا هو المنتج ديالنا في المغرب، والهدف بطبيعة الحال هو دعم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بين دولة البرازيل ودولة والمملكة المغربية. والآن عن استعرض عليكم بقية الولاء والإخلاص المولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بقية الولاء والإخلاص مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزكم. يتشرف رئيس جمعية مكتب غرفة تجارة المغرب الإفريقية البرازيلية بالمغرب أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المركزي للجمعية أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والإخلاص المشفوعة بصادق المحبة والوفاء لجنابكم الموقر، مجتهدين إلى العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر. فعلى خطى إرادتكم السامية يا مولاي وتوجيهاتكم الدائمة والرامية إلى ضرورة تفعيل استراتيجية جديدة في الدبلوماسية المغربية، وفي مقدمة ذلك تكثيف جهود الدبلوماسية الموازية الاقتصادية والسياسية والجمعوية والبرلمانية حتى تكون جديرة بتقديم الدعم الكامل وتنزيل المقاصد السامية لجلالتكم الرامية للنهوض بالعمل الدبلوماسي لمملكتنا الشريفة. وعليه يا مولاي انكب المؤسسون داخل الجمع العام تأسيسي لمكتب جمعية غرفة التجارة الإفريقية، غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية، على تدارس الأهداف والمنطلقات الأساسية لعمل الجمعية، متوقفين مليا عند ما تحقق من مبادرات جمعوية واقتصادية تستهدف دعم الجهود التي تقودها الدولة المغربية لوضع خطة استشرافية للدبلوماسية المغربية تحت قيادتكم الحكيمة من صون المكاسب الثمينة التي حققتموها يا مولاي بفضل رؤيتكم السامية، متطلعين بكل طموح وثقة إلى بلورة أفكار جديدة ومبادرات موازية للعمل الدبلوماسي، ووضع خطط ومشاريع تدعم الجهود الدبلوماسية وانفتاح المغرب على محيطه وتعزيز تموقع استراتيجي كدولة لها تاريخ عريق تتطلع بعلاقات دبلوماسية جديرة بالاحترام والتقدير، وهي الصورة المشرقة التي ما فتئت بها أمير المؤمنين، تسهرون على تعميمها وتحرصون على الحفاظ على بريقها ولمعانها في المحافل والمنتدبات الدولية، حين تحرصون على علاقات حسن الجوار وبناء الشراكات حفاظا على المصالح المشتركة في إطار روح التسامح وتكريس وبناء العيش المشترك بين البشرة جمعاء. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، وأطال عمركم وسدد خطاكم وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع المجيب، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته. وحرر بالبيضاء في يوم الخميس 22 محرم 1442 هجرية الموافق 10 سبتمبر 2020، خادم الأعتاب الشريفة عبد الرزاق الزريدي بن مليوط، رئيس مكتب جمعية غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية.